اليمن وفي الجمعة الأربعين منذ اندلاع الثورة يواصل شباب الثورة تنظيم تظاهرات احتجاجية تحمل عنوان جمعة شهيدات الثورة السلمية. وشهدت حضرموت وقفة احتجاجية في ساحة التغيير في المكلا للتنديد بالصمت العالمي إزاء ما سمي بجرائم الرئيس علي عبد الله الصالح في تعز وأرحب وبقتل قواته نساء وأطفالا، وأكدوا الاستمرار في التصعيد الثوري حتى تحقيق أهداف الثورة كاملة. اعتقلت شرطة الأمن